ندهن الوعاء بزيت جوز الهند، نوضع بديل السكر ستيفيا، الكمية اختياري حسب نوع الستيفيا مكتوب على العبوة. نضعها مع نصف كوب ماء، نصف كوب زيت جوز الهند. والطريقة سهلة وحوضع الرابط في صندوق الوصف. نوضع الستيفيا ونصف كوب الماء، نوضع 4 بيضات، نوضع بيكنج باودر معلقة طعام معلقة كبيرة، قهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة، كاكاو خام 4 معالق طعام وقليل من الفانيلا. نوضع كوب ونصف جوز الهند، نطحن المكونات كلها مع بعض. هيك أصبحت جاهزة، نسكبها في الوعاء، نوضعها في الفرن على درجة 180 15 دقيقة تقريبا حسب نوع الفرن لازم تركبوها. هيك نعمل الشوكولاتة تبعت الكيكة. نوضع بديل السكر اختيار الكمية حسب نوع الستيفيا مكتوب على العبوة مع نص كوب ماء. نوضع الكاكاو، نوضع زيت جوز الهند 1/4 كوب، قليل من الفانيلا، وبنحرك جيد. هيك أصبحت جاهزة، نطلعها من الفرن بعد 1/4 ساعة. هيك تمام، هيك جاهزة، ما في شي، تمام. نتركها تبرد، بعد ما تبرد نوضع صوص الشوكولاتة. هيك أصبحت جاهزة، نوضع جوز الهند، هي كتير روعة. أتمنى أن تجربوها، وأتمنى تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله.